تنبينا تحيي قلوب، يعلمنا ويفهمنا قرآن وسنة دواء موصول. في كل خطوة تكون في حياتنا حنراجع روحنا لو أخطأنا، الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد، الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم زوج وأعظم قصص حب حصلت ما بين زوج وزوجاته. زوجاته قالت لنا: قد كان سهلا لينا، متبسما متفائلا متقبلا لحديثنا، لا لم يعنف زوجة، حاشاه هذا نبينا، بل كان دوما ضاحكا يحنو وكان يعيننا. فتشبهوا بحبيبكم، من كان سهلا لينا وتبسموا لنسائكم حتى يعمكم الهنا. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر من ذكرها أمام عائشة فكانت تغار. قالت: وربما يعني يذبح الشاة ثم يقطع أعضاءها ثم يبعثها لصويحبات خديجة. قالت: فربما أقول له كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنها كانت وكانت وكانت هكذا، وكان لي منها الولد. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني رزقت حبها، يعني خديجة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذ الحبيب يعني يقبل عليها ويعطيها ويقدم لها. فعائشة قالت: من هذه؟ فلما جاءت قالت: من هذه يا رسول الله؟ فالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هذه جثام المزنية. فبدأ يسألها صلى الله عليه وسلم: كيف حالكم بعدنا؟ كيف أنتم؟ أحوالكم؟ هل أنتم بخير؟ فكانت يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سالف الأيام، أيام خديجة، لأنها كانت من صويحبات السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن اسمع 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 بقلبك بأذنك ببصيرتك بسمعك بتركيزك، اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم: يا متزوج، يا من لك خطيبة، يا من لك محبوبة ومعشوقة زوجتك أم أولادك، يا من في بينك وبين زوجتك خصومة، اسمع سيد الرجال، لو أردت أن تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وتعي وتفهم، دعك من روايات الحب هذه والقصص التي نسمعها وكلها مآسي وكلها دموع وكلها آهات وكلها حرمان وكلها فراق وكلها غدر وكلها خيانة، اسمع ماذا يقول أعظم محب، أعظم قصة حب شهدتها البشرية. يقول قاعدة عظيمة: والله لو تمسك بها الناس لما رأينا ما نراه اليوم. قال: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. كان يقول لعائشة: إني لا أعلم، يعني يا عائشة أحوالك كثيرا أعلمها علم اليقين. فقالت: وما هي أحوالي يا رسول الله؟ قال: أعرف عندما تكونين مبسوطة مني أو غضبانة مني. فقالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ انظر إلى النقاش الذي كله حب ومودة وهيام وعشق. فقال: إذا كنت راضية علي تقولي لا ورب محمد،
وإذا كنت زعلانة تقولي لا ورب إبراهيم. فقالت يا رسول الله وضحكت: ما أهجر إلا اسمك، اسمك بس الذي يعني ها، لكني في الحقيقة أعشقك يا رسول الله. تقول أمنا عائشة: كنت أشرب الكأس، هكذا تجلس مع سيدنا النبي تشرب شيء من القدح اللبن أو الماء وتضعه، فيأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الكأس وينظر في موضع شفتي أمنا السيدة عائشة ويضع شفتيه الشريفتين عليها ويشرب. لو هي فعلت لقلنا تتبارك بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم أيقنا بهذا الحب. وإذا قالت: أكلت شيء من اللحم، هكذا في نص الحديث تقول: وأتعرق العرق، يعني آكل شيء من اللحم، فيأتي إلى الموضع الذي أكلت منه ويضع فمه موضع فمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا صحيح مسلم والبخاري، هذا ما يوجد في كلامهما رضي الله تعالى عنهما. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يتكئ، يعني يجلس هكذا على رجلي على يده أو يتكئ، لا يتكئ على وسادة بل يتكئ في حجري. وتقول: أحيانا وأنا حائض. شوف التعظيم، زمان كان المرأة لما تحيض ما يقربون منها، يرونها أنها كذا لا يمكن أن يقترب منها. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وتقول: إذا كان يعني أحيانا بعض الأوقات بالليل يسارني النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها ويمشي بها في شوارع المدينة المنورة في آخر الليل، في الوقت المتأخر من الليل. ما معنى هذا؟ بينزلوا يتمشوا سيدنا النبي والسيدة عائشة. انظر إلى الحب والغرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس الدولة وفاتح الفتوحات ومشاغل كبيرة في على كاهله وفي ذهنه وتفكيره واجتهاده وجهده، لكن مع ذلك يقيم علاقة الحب فيبرز للعالم أنه أعظم زوج وأعظم محب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: كأني أنظر إلى بياض المسك في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالوا لها: متى يا أمنا؟ قالت: عندما يدخل سيدنا النبي. فقالوا: أول شيء يفعله رسول الله في البيت ماذا يفعل؟ فقالت: كان أول ما يبدأ بالسواك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو رأينا صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا معلم البشرية الخير والحب والقرب من الله سبحانه وتعالى، والسلم والسلام. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم سيرته ومسيرته عظيمة، فمن أراد أن يتعرف على معاني الرجولة وكمال الزوج كيف يكون، قمة الوفاء مع سيدة خديجة، في حياتها لم يتزوج عليها، وبعد مماتها لم ينكر شيء مما فعلت بل يذكرها أمام جميع نسائه، وعندما يحصل أحداث يذكر مباشرة السيدة خديجة، ويقيم الحق للسيدة عائشة، يعطيها كل ما تشتهي وما تحتاج، حتى أنها عندما سألته: يا رسول الله صف لي حبي عندك، شكله عامل إزاي حبي ده؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: مثل العقدة يا عائشة. فكانت عندما تأتي بجوار بيوتات أمهات المؤمنين والحجر الشريفة تسأل: يا رسول الله كيف حال العقدة؟ فيقول: على ما هي يا عائشة. وكان يسابقها في آخر الليل، وكان إذا سافرت معه يذهب معها ويسابقها مرة فتسبقه ويسبقها صلى الله عليه وسلم. قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفتح الآذان والقلوب وتفتح الآفاق من العقول، ويستمتع بها كل إنسان يحب الله ويحب نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أردت أن ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم فاقرأ سيرته واستمتع بمسيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو رأينا.
وبيبقى في اطفال حقيقه هم اللي بيدفعوا الثمن. في بعض النماذج الكويسه اكيد في مجتمعاتنا، ما اقدرش اعمم انه كله وحش وكله بيتصرف بطريقه مش كويسه، ولكن اكيد في بعض النماذج اللي ممكن تكون بتسعى انها تقتدي بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لكن عشان نقول 100% زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما اعتقدش، ولكن يكفي انه في نماذج بتسعى ان هي تكون كده. كتالوج قصص الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، مفيش موقف يمكن الواحد بيعدي عليه في حياته الا وليه حاجة مماثلة في حياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بالضبط كأننا كده يعني بنشوف دواء وبنشوف النشرة بتاعة الدواء، هنمشي عليه إزاي، هناخده قد إيه في اليوم، لو اتبعنا ده أكيد مش هيبقى فيه برضو مشاكل. اكيد مش شكل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ولكن شده الموقف بتخليني ممكن اكون بعيشه شويه. اقول له كنت اتمنى انه ابقى عايشه في زمن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بدل ما اكون بسمع الحكايات والروايات اعيشها حقيقه، لانه الحقيقه احنا محتاجين ان احنا في زماننا ده حاجات كتير ومفاهيم كتير جدا تختلف وتتغير. اسمح لي يعني انا بعتذر لك ان انا مش هقدر اقول لك اتخيل الرسول داخل عليا، لانه المشهد اكبر الحقيقه من اني ممكن اتخيله او استحمله، ولكن رؤيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اعتقد دي اجمل رؤيه ممكن اي حد يشوفها او تشوفها عنيه في حياته كلها. يعني ربنا يا رب يوعدنا كلنا ونشرب من ايد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يوم القيامه، لانها درجات الحقيقه. مش كل الناس هتشرب من ايد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اكيد في حاجات كتير جدا في حياتنا لازم احنا نتبعها ونوصل لها علشان خاطر ننول شرف رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فربنا يا رب يكرمنا كلنا كمسلمين امه محمد، اننا يكرمنا برؤيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وشفاعته يوم الموقف. جمال في جمال في جميلة رسول الله رفقا بالقتيلة، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا معلم الناس الخير، يا معلم الناس الجمال والكمال والنوال. كيف تبرز للعالم أجمع هذه المعاني في الرجولة، وهذه المعاني في الحب، وهذه المعاني أن يكون الرجل زوجا حقا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يظهر للعالم كيف يمكن للإنسان الرجل المستنير الموفق أن يستشير زوجته في أمور عظام. عندما حصلت تلك الحادثة أن الصحابة ما أرادوا ولم يستجيبوا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق رؤوسهم في النسك وفي ذبح الهدي، تكدر النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما دخل إلى خيمته جاءته أم المؤمنين فقالت يا رسول الله لو حلقت ونحرت لفعلوا. فمباشرة أخذ باستشارة زوجته المرأة الصالحة السيدة أم سلمة أم المؤمنين، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر هديه صلوات ربي وسلامه عليه. فبادر الصحابة كلهم بالفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم دخل مهموما ذات مرة على السيدة أم سلمة في خيمتها وهو ينظر في هذه الحالة وينظر في هذا الرأي. هل يمكن للإنسان الرجل اليوم يدخل على زوجته مهموم ويستشيرها؟ فعل رسول الله ذلك. لو أردت أن تبحث في هذه الحالة فعلها، دخل عليها في خيمتها مهموما، فادخل أنت على زوجتك مهموما تسألها في مسألة ما. والدتك، عمتك، خالتك، مرأة تراها أنها صالحة في الأسرة، لربما أن تكون سبب في نجاة هذه الأسرة من وقوع في خطأ ما. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يستشير من حواليه. ذات مرة دخل على عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي المهمومة،
فعندما نظر في عائشة، كيف يا عائشة يكون لك هذا الهم مع الحفظ الألقاب وأنت أمنا، لكن كيف تكوني مهمومة في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل تصاب بشيء من أمور الدنيا؟ نعم، جاءت لرسول الله وقالت يا رسول الله أصابني شيء من الهم، فتبسم صلى الله عليه وسلم، زوجة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وما الذي أهمك؟ يعني إيه اللي خلاك تكوني مهمومة؟ فقالت يا رسول الله هم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم نظر إليها ودعا لها فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، ما أسرت وما أعلنت، ما أظهرت وما أبطنت. فسر وجه السيدة عائشة، ابتسمت وتهلل وجهها، فقال هل رضيت يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال اعلمي يا عائشة إنه دعائي لأمتي في كل ليلة، دعاؤه لك ولك ولنا جميعا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا جميعا بهذا. تقول أمنا عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بيده قط، ما يمكن أن يفعل هذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، كيف كانت حياته في البيت، فقالت كان كواحد منا في مهنة أهله، يخدم أهله، يخسف نعله، يرقع ثوبه، فإذا أذن للصلاة ونودي الصلاة الصلاة خرج إلى الصلاة وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. ولما أمر الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض أصحابه بهذا الفعل، وأمر هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمر عظيم، أمر صلوات ربي وسلامه عليه بأن يخير زوجاته، هل يبقين معه أم ينصرفن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك آية. فجاء يسأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويقول لها يعني استشيري أبوك وأمك ماذا يقولون. فمن دون أن ترجع هي رجعت إلى أبيها وأمها، ولكنها ما يمكن أنها توافق على الانفصال من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، فقالت بل نريد الله ورسوله. والحبيب الأعظم ذات مرة بعث إحدى زوجاته على ناقة فجاءت متأخرة، فعندما أقبل إليها يستقبلها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت إليك عني يا رسول الله، بعثت لي ناقة بطيئة، يعني أنك بعثت لي سيارة اليوم ما هي حلوة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم رأى منها هذا، فما كان منه إلا أنه مسح بكفه الشريف على أثر دموعها وأخذها إلى حضنه وربت على كتفها وعلى ظهرها، بمعنى أنه يهدئ من روعها. لما؟ لأن كانت زعلانة عشان جاءت على جمل وعلى ناقة يعني بطيئة، كانت متعبة. ثم تجد أحواله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، كانوا في رحلة من الرحلات قافلة، فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخذها النبي في آخر الليل وقال يعني نأتي نتسابق، فقالت يلا بينا، فبدأت تتسابق هي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقت الحبيب صلى الله عليه وسلم وفازت في ذلك السباق. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال خلاص فزتي ولكن تسجلت نقطة. بعد فترة قيل أن السيدة عائشة بدنت، يعني سمنت شوي، فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال هل أتيتي للسباق؟ فسابقها، فسبقها صلى الله عليه وسلم ففاز عليها، ونظر في وجهها وقال هذه بتلك يا عائشة، أي هذا السباق بذلك السباق. معنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله. تقول أمنا عائشة كان ألين الناس وكان ألطف الناس وكان يداعب أهله، أي أنه يمزح مع الصغير ومع الكبير في البيت. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحواله في بيته عجيبة عظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. من الأحوال التي نجدها في بيت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما حصلت حادثتان، سيدة حفصة بنت سيدنا عمر زوجة النبي يعني قالت لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي يا بنت اليهودي، وهنا رفع لواء للتعايش الذي يتكلم عن التعايش اليوم وكيف يمكن أن يكون هذا التعايش السلمي. الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت إحدى سراريه السيدة آمنة، السيدة ماريا القبطية المصرية، وكانت قبل ذلك يعني قبل أن تسلم كانت مسيحية على ديانة سيدنا المسيح عليه السلام،
وتزوج أيضا من اليهودية وأصولها يهودية ولكنها مسلمة. والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت للسيدة صفية بنت حيي، أباؤها وأجدادها يهود لكنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة صفية وسيدة حفصة. سيدة حفصة قالت للسيدة صفية أنت بنت اليهود، فبكت رضي الله تعالى عنها وذهبت إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فقال ما يبكيك سيدة صفية ما يبكيك؟ قالت لي حفصة اذهبي يا بنت اليهود. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك لابنة نبي، يعني سيدنا موسى، وعمك نبي هارون، وإنك لتحت نبي، زوجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك؟ يعني أنت أو عمك نبي، ووالدك جدك نبي، وزوجك نبي، فأي فضل بعد هذا الفضل؟ اذهبي فقولي هذا هو الفخر بعينه. ثم دعا حفصة وقال إلي بحفصة، وجاء وقال اتق الله يا حفصة، بمعنى لا تحزني قلبها. هذا الأمر عجيب. ثم بعد ذلك تجد أنه سيدنا أبو بكر الصديق لما زوج السيدة عائشة لسيدنا النبي حصل موقف، فالسيدة عائشة حصل بينها وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حوار ونقاش في البيت، فجاء سيدنا أبو بكر الصديق، فلما جاء سمعها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده أراد ضربها، فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا أبي بكر وسيدة عائشة والدها، فهي جاءت استخبت وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وصرف سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر من البيت. فلما طلع سيدنا أبو بكر من البيت وأسدل الستار، نظر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في أمنا عائشة، قال كيف وجدتيني أمام ذلك الرجل؟ يعني والدك كان حيضربك وأنا وقفت بينك، كيف وجدت هذا الأمر؟ فاستحت رضي الله تعالى عنها وأرضها. عدت الأيام فدخل سيدنا أبو بكر فوجدهما يضحكان، فقال لا على رسلكما، أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في سلمكما. فقال هلما هلما، يعني اقترب معنا وأهلا وسهلا، حيا وأهلا. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا كيف تكون هذه الأخلاق. ثم نجد أيضا مسألة أخرى، أن السيدة عائشة والسيدة صفية حصل بينهما موقف، وأن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم جاءه أضياف ضيوف، فعندما جاءوا ودخلوا عند النبي فما كان في بيت السيدة عائشة طعام، فالسيدة قيل حفصة وسيدة صفية وسيدة أم سلمة على اختلاف الروايات سمعت أن هناك ضيفا أو ضيوفا جاءوا إلى رسول الله، فأرسلت إليهم بطبق فيه طعام، فعندما جاء الطعام إلى بيت السيدة عائشة وسمعت السيدة عائشة أن هناك خادم على الباب، علمت أنه جاء بطعام من إحدى أمهات المؤمنين، فهي تضايقت أنه وكأنه جابوا طعام في بيتها، فراحت مباشرة ضرب هذا الإناء وكسرته. فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقام العدل في ذلك، فقال يا عائشة إلي بإناء طبق يعني، وإلي بطعام، فطعام بطعام وطبق بطبق، قدر الغيرة ولكنه أقام بعد ذلك الحق والشرع. كان صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس، كان ضحاكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته، لو رأيناه صلى الله عليه وسلم في بيته لعلمنا أنه هو الكامل المكمل في الأكوان والعظيم الأعظم من بني الإنسان. حقا يا رسول الله أنت كامل الذات، لم يدرك شمائلك إلا الإله الذي للذات قد خلق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. في الدنيا يا ما نعيش ونشوف، سنة نبينا تحيي قلوب، يعلمنا ويفهمنا قرآن وسنة دواء موصول. ليه نسكت كده وما فيش تغيير؟ والحل مش محتاج تفكير، وبإيدينا يلا بينا شدوا العزيمة الحب الخير. في كل خطوة تكون في حياتنا
عن راجع رحنا لو أخطأنا بلسم قلوب المنكسرين ناسح دموع المحزونين كنز اليتامى لله هدانا راعي قلوب المحبين مع أهل بيت خادم ومعين محسن محب للمساكين